بالتعاون الجزائري الموريتاني، استقبل أمس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سلاواتشي رئيس الوفد البرلماني الموريتاني ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان الموريتاني ولد خليفة مختار بمقر الوزارة. اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين فيما يخص التعاون الاقتصادي، بناء السفن وتربية المائيات وتبادل الخبرات. لدينا الكثير من الأمور التي بإمكاننا أن نحققها في الأمر الواقع، خاصة بما يتعلق بالصيد في أعلى البحار. لدينا مجموعة من الصيادين الذين يرغبون في الذهاب إلى الصيد إلى موريتانيا في إعادة بعث 5 إجازات الصيد على مستوى موريتانيا، وكذلك كما ترون أن فيه انتعاش في بناء وصيانة وصناعة السفن في الجزائر. فقد قدمت للأخ رئيس الوفد البرلماني الموريتاني جملة من الإمكانات التي بإمكاننا أن نقدمها في هذا الميدان، وكذا في ميدان تربية المائيات في الجزائر راهي تقود تجربة كذلك متميزة، وكذا في مجال التكوين. ثانية دولة يعني غنية بالأسماك، عندها حدود 750 كيلومتر على شاطئ البحر، وطبعا هذه الأسماك نحن مستعدون لتصديرها إلى جميع الدول خاصة الشقيقة والجار طبعا الجزائر، الذي تربطنا به علاقات تاريخ وعلاقات جغرافية، ويعني نثمن كذلك التعليمات السامية التي أعطاها معالي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس بفتح الخط البحري بين موريتانيا والجزائر. لا شك أن هذا الخط سيساعد طبعا في تصدير السمك من موريتانيا إلى الجزائر، وكذلك تصدير يعني المنتجات الجزائرية إلى موريتانيا حيث نحتاج إليها. وإن شاء الله لما ينتهي الطريق الذي تم توقيع مذكرة التفاهم حوله، طريق تندوف الزورات، هذا الطريق لما ينتهي تشييده سيكون طبعا بوابة للجزائر على 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 الجنوب، على موريتانيا وعلى الدول الإفريقية الأخرى.